محمد صلوات. برائے خوشنودی جناب سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا بلند تر صلوات. اللهم صل علی محمد. اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے بلند تر صلوات. اللهم صل علی محمد. مریضوں کی شفا یابی کے لیے، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور کرنے کے لیے بلند تر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برائے تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات. اللهم صل علی محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الزعف فقال يا فاطمة ايديني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل بار دیگر بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي
فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتعزن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله يتعظم لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم آتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتمل جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيت وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحباهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد بار دیگر بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد
فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال الله عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل الفرج. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد فقال علي لأبي يا رسول الله يخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب القعبة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب القعبة صلوات اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بحق ياسين والقرآن العظيم وبحق طه والقرآن الحكيم اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة أبا عبد الله الحسين عليه السلام وشفاعة الحسين عليه السلام والشهادة بين يدي القائم عليه السلام يا رب الحسين عليه السلام اقضي حاجاتنا بحق الحسين عليه السلام ومحمد وآل محمد صلوات الله